موضوع مهم جدا والناس كلها بتتابعه من الاسبوع اللي فات، الحقيقه من يوم الجمعه اللي فاتت ومن ساعه قرار مجلس الوزراء الخاص باعفاء الواردات الخاصه بالذهب مع كل الناس اللي جايه من بره من الجمرك والرسوم، ما عدا مساله ضريبه القيمه المضافه اللي زي ما حضراتكم طبعا تابعتوا وشفتوا معانا هتكون على المشغولات الذهبيه مش هتكون على السبائك والجنيهات. ايه اللي حصل؟ في انخفاض في اسعار الذهب الحقيقه في السوق المصريه، تابعناه كلنا على مدار الاسبوع اللي فات، والحقيقه انه انخفاض ملحوظ، يعني احنا بقينا دلوقتي شايفين تقريبا انخفاض يمكن 4000 جنيه، فهل احنا هنستمر في مزيد من الانخفاض خصوصا مع يعني الاستقرار اللي احنا شايفينه في الاسواق لبعض الوقت؟ هنرتفع مرة أخرى؟ ناس يمكن عندها تساؤلات في هذا الصدد، فخلينا نفهم إيه اللي بيحصل بالضبط في أسواق الذهب. معنا دلوقتي أستاذ هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، مساء الخير على حضرتك، ويعني لو تطلعنا كده ماذا يحدث داخل أسواق الذهب وطمن الناس، هل إحنا قدام مزيد من الانخفاض واستقرار للأسعار؟ هل هيرجع الذهب يرتفع تاني؟ أستاذ هاني مساء الخير، حضرتك سامعني؟ ايوه اتفضل يا فندم. مساء الخير على حضرتك والساده المشاهدين. بالفعل زي ما حضرتك اشرتي كان في مردود ايجابي جدا للقرار اتاخد برئاسة الوزراء بخصوص السماح للمصريين بالقدوم بالمجهولات الذهبيه او السبائك، وده كان له مردود هو يعمل توازن نسبي، بالتالي تتوازن الاسعار، وده اللي شاهدناه على مدار يوم اللي فات والاسبوع اللي فات. شفنا انخفاضات يوميه بشكل يومي استقرت تقريبا عند 2200 للعيار 21، واحترنا في التوقيت ده انه ده توقيت ممتاز للشراء على اعتبار ان هو تقارب ده من السعر العالمي. النهارده ابتدينا نشاهد بعض الزيادات الطفيفه على الذهب، وده تفسيره ايه يا استاذ هاني؟ هل ده العادي؟ يعني احنا كده بنتكلم على ارتفاع قادم بعد هذا الانخفاض؟ بصي، هو كان الانخفاض له اكتر من عامل، وجود القرار والحاله النفسيه عند الناس اللي توقفت نسبيا عن الشراء مما قلل عمليه الضغط والطلب، بل بالعكس وصلت لان بعض الناس خافت للذهب يرخص ويوصل لارقام قليله قوي فابتدت تبيع. كل العوامل دي كانت عكس العوامل اللي قبل كده اللي وصلت الذهب لارقام قياسيه. لكن لما يحصل التوازن بقى وتبتدي الدنيا تستقر هيبتدي الامور تختلف نسبيا. وهو ده اللي احنا ابتدينا نشوفه، لان احنا اشرنا انه السعر بقى قاب قوسين او ادنى من السعر العالمي. ولما ابتدت تحصل حركات شرائيه بسيطه ابتدت الاسعار نسبيا تتظبط او يعني تميل للارتفاع مره اخرى. طيب حضرتك النهارده شايف في ارتفاع بتقول نسبي في سعر الذهب، الايام اللي جايه حضرتك متوقع ايه؟ واحنا كنا بنتكلم على انه مساله ارتفاع الاسعار بالشكل الرهيب اللي كان حاصل ده بيؤثر على صناعه الذهب نفسها. تمام، احنا مش هنشاهد الارتفاعات اللي هي القياسيه اللي هي حصلت المره اللي فاتت، بس احنا يعني ممكن نشاهد مزيد من التماسك او الارتفاع البسيط في الوقت اللي جاي، لان هو برضو في الاخر هو احنا بنقول الذهب مخزون قيمه والذهب استثمار طويل الامد مش قصير الامد. يعني ما بننصحش حد يروح يشتري الذهب النهارده عشان يبيعه بكره وبعده. صحيح صحيح، مش ده التوجه، لكن الناس اللي بتشتري ذهب بتحتفظ بيه مدة 6 شهور سنة، وبعد كده هتلاقي بكل تأكيد سعره ارتفع. ويمكن يعني في النهاية مسألة وجود سعر عادل للذهب يوازي الأسواق العربية والعالمية ده اللي الناس منتظراه بكل تأكيد، وأعتقد إن احنا تقربنا منه بنسبة عالية جدا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا في التاسعة.